سلام عليكم يا شباب واهلا بيكم على قناة كارديو ماينز والنهارده هنتكلم عن controlling diabetes. في 2019 كان في guidelines عن الدايبيتس والبري دايبيتس وعلاقتهم بالكارديوفاسكولار ديزيز. في 2021 طبعا في ضوء الجايدلاينز اوف كارديوفاسكولار ديزيز بريفنشن هنحاول نعمل ريزومي عن السكريننج والمانجمنت اوف دايبيتس طبعا بصفته واحد من اهم السترونج ريسك فاكتورز للأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ونحاول نعمل مقارنة بينهم عشان نخرج بخلاصة الجايدلاينز قالت ايه عن الدايبيتس. اول حاجة هنتكلم عليها هي الدايجنوزس. كلنا عارفين ان من جايدلاينز 2019 وده نفس كلام الامريكان دايبيتس اسوسيشن ان الهيموجلوبين A1C الكات اوف بوينت اكتر من او يساوي 6.5% والفاستنج بلاد شوجر اكتر من او يساوي 126 ملي جرام بير ديسيليتر. دول اهم تولز بستخدمهم في تشخيص الدايبيتس او ان انا الجأ للتو اور بوست برانديال ده بيكون اكتر من او يساوي 200 ملي جرام بير ديسيليتر. Our random blood sugar بعتمد على cut point مع وجود symptoms of hyperglycemia. طبعا بيكون الأفضل إن أنا لو هعتمد على test without symptoms إن أنا repeat twice أو استخدم two tests together عشان confirm the diagnosis of diabetes. طب لو هتكلم على pre-diabetes عندنا two conditions. أول واحدة impaired glucose tolerance. هنا الفاستنج بيكون أقل من 126 يعني normal مفهوش مشكلة. ولكن مشكلة العيان ده after meals إن بيحصل rise the 2 hour postprandial الكات اوف بوينت أكتر من أو يساوي 140 ملي جرام بير ديسيليتر. بالتالي هنا الفاستنج بيكون نورمال ولكن الأبنورماليتي في 2 hour postprandial. أو impaired fasting glucose هنا الفاستنج بيكون من 100 ل 125 ولكن 2 hour postprandial بيكون أقل من 140. فهنا أنا بتكلم إن الفاستنج جلوكوز بيكون borderline ولكن 2 hour بيكون normal. بالتالي كي مسج اللي قالتها guidelines 2019 فيما يتعلق بتشخيص الدايبيتس ان الدايبيتس should be investigated using fasting blood sugar او hemoglobin A1C. دول اهم two tools بستخدمهم في التشخيص. الاشخاص اللي عندهم established cardiovascular disease should be screened using hemoglobin A1C او fasting blood glucose. ده بيأكد على أهمية إن أي عيان كاردياك أو عنده أي cardiovascular disease لازم أشوف هو diabetic ولا لأ. بلجأ للأورا glucose tolerance test في حالة إن أنا عايز أشخص impaired glucose tolerance أو لو الفاستنج والهيموجلوبين A1C inconclusive هنا لازم ألجأ للأورا glucose tolerance test. الهيموجلوبين A1C في بعض الليميتيشنز اللي لازم نكون واخدين بالنا منها. أولا لو patient عنده genetic variant تأدي إن يكون عنده abnormal هيموجلوبين هنا مش هيكون accurate إن أنا أحسب الهيموجلوبين A1C. الناس اللي عندهم أنيميا بيكون في overestimation للglycated هيموجلوبين وطبعا الهيموجلوبين A1C بيكون unavailable في بعض الأنحاء من العالم. هنا ساعتها لازم ألجأ للفاستنج والtwo hour postprandial عشان أشخص الدايبيتس. 2021 أكدت على نفس الكلام إن السكرينينج فور دايبيتس سواء الشخص اللي قدامي ده cardiovascular أو لأ عن طريق الهيموجلوبين A1C أو الفاستنج blood sugar ده بيكون class 2A. ننتقل دلوقتي للريسك ستراتيفيكيشن في العيانين الدايبيتك. الكي مسج اللي قالتها 2019 ان اي عيان دايبيتك should be assessed for micro albuminuria عشان اقدر identify patients اللي عندهم risk of renal dysfunction او cardiovascular disease وده بحسبه عن طريق البروتين كرياتينين ريشيو. الريستنج اي سي جي بيكون indicated في اي عيان with diabetes وعنده hypertension او لو انا شاكك في cardiovascular disease. وطبعا الدايبيتس واحد من strong risk factors اللي بنعتبره كمان coronary artery disease equivalent لو uncontrolled. الايكو والكرونري ارتري كالسيوم سكور والانكل بريكل اندكس ممكن يكون ليهم دور ولكن ضعيف الى حد ما to test for structural heart disease او عن طريق انا اعتبرهم risk modifiers. والروتين assessment للنوفيل بايوماركرز والكاروتيد انتمال ميديال سيكنس is not recommended وده برضو اتكلمنا عنه في الرول اوف imaging كريسك modifiers. الريسك ستراتيفيكيشن في 2021 فيما يتعلق بالبيشن with type 2 دايبيتس بيكون مهم جدا اللي عن طريقه بقدر احدد التريتمنت تارجتس سواء بتكلم في الهايبرليبيديميا البلاد بريشر او في البلاد شوجر ذات نفسه. طبعا اول حاجه كنا بناكد عليها ان البيشنز اللي عندهم تايب 1 دايبيتس اكتر من 40 سنه ممكن استخدم معاهم نفس الكرايتيريا وقلنا ايه مشكله او ايه الاختلاف ما بين تايب 1 وتايب 2. لو بتكلم في patient ان عنده well-controlled short-standing diabetes اقل من 10 سنين ما عندوش target organ damage ما عندوش additional risk factor for cardiovascular disease ده بعتبره moderate risk.
لو البيشنت ده دايابيتيك وما عندوش اسوسكيروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ولا سيفير اورجان دامج، ولكن ما ينطبقش عليه المودريت ريسك كرايتيريا، ابسط شيء مثلا ان الديوريشن بتاعته بقت اكتر من 10 سنين، ده بعتبره هاي ريسك. ولو البيشنت ده بدا يديفلوب استابليش كارديوفاسكولار ديزيز او يديفلوب سيفير تارجت اورجان دامج على هيئه جي اف ار اقل من 45 ريسبكتيف اوف البيمينوريا، من 45 ل 59 في وجود مايكرو البيمينوريا، او لو وصل لمرحله الفرانك بروتينوريا والالبنكريات ريشيو يعدي 300 ملي جرام بير جرام، او وصلنا لمرحله ان في مايكرو فاسكولار ديزيز ان اتليست 3 different sites، زي مثلا وجود مايكرو البيمينوريا مع ريتينوباثي مع نيوروباثي، هنا انا بعتبر العيان ده very high risk، يعامل معاملة البيشن with established cardiovascular disease بالضبط، وبالتالي العيان ده اصعب عيان واكتر عيان لازم يكون meticulous في التعامل معه. بالتالي اعتبرنا ان معظم الدايابيتيك بيشنز بيعتبروا at high risk، لان الاغلب هيكونوا عنده العشر سنين، الا قليل من العيانين اللي هنعتبرهم moderate risk لو short duration without organ damage او additional risk factors. لو وصلنا لمرحلة السيفير target organ damage او وجود cardiovascular disease دخلنا في ال very high risk category. ننتقل دلوقتي للتارجت اللي بنكون عايزين نوصل له في ال control of diabetes. هل هو نفس التارجت اللي احنا عارفينه ولا اتغير؟ جايدلاينز 2019 اكدت على ان التارجت هيموجلوبين اي 1 سي ان جنرال يكون اقل من 7%، ده بيقلل من الريسك اوف مايكروفاسكولار كومبليكيشنز على المدى البعيد زي المايكرو البيمينوريا والنيوروباثي والريتينوباثي. كمان ممكن اوصل للتايتر جلوكوز كنترول لو بتكلم ان عيان لسه ريسنتلي دايجنوزد ويونج انديفيدوال، فانا عايز اقلل الريسك اوف فيوتشر كارديوفاسكولار اوتكمز قد ما اقدر، فممكن اوصل للتارجت اقل من 6.5%. والعكس لو عيان elderly او frail او عنده severe comorbidities، ممكن استخدم less rigorous targets او less strict، زي مثلا ان انا اقول التارجت بالنسبة لي هكتفي ب 7.5 او حتى 8% في ال very frail individuals عشان اقلل من الريسك of hypoglycemia. 2021 قالت تقريبا نفس الكلام، ان in general التارجت هيموجلوبين A1C بيكون اقل من 7%، سواء بتكلم على type 1 أو type 2، ده بيكون class 1 recommendation. لو بتعامل مع elderly أو frail individuals أو patient with long duration of diabetes، أنا ممكن أستخدم less stringent targets، زي إن أنا أوصل لـ 7.5% على سبيل المثال، وده طبعا بيكون tailored على حسب العيان اللي بتعامل معاه والrisk of hypoglycemia في العيان ده، والpatients اللي بيكونوا early in the course of type 2 diabetes who are not frail، وفي الأغلب يكونوا younger individuals who do not have atherosclerotic cardiovascular disease، أنا ممكن أوصل لtighter targets أقل من 6.5%. بالتالي two guidelines بيتفقوا إن إحنا we should avoid as much as we can hypoglycemia والexcessive weight gain. الhypoglycemia مشكلتها إنها ممكن تزود the risk of arrhythmias والmyocardial ischemia up to death، عشان كده في cardiovascular patients the target of less than 7 ممكن يكون كافي جدا بالنسبة لي، والrisk of weight gain ممكن يحصل مع الانسولين أو السلفونيليوريز، عشان كده دايما بنلجأ للأدوية اللي ما بيكونش فيها side effect of weight gain اللي بيؤثر بالسلب على diabetes control وكمان على lipid profile والblood pressure. بالتالي لو رجعنا للدايجرام ده اللي استخدمناه في فيديو risk stratification in specific risk group، هنلاقي ان في diabetic patients step 1 after stopping smoking with lifestyle recommendation ان انا اوصل لتارجت هيموجلوبين A1C اقل من 7%، ده بيكون class 1 recommendation. بعد كده ببدأ اتكلم على blood pressure targets والLDL واستخدام الانتيثرومبوتيك ثيرابي من عدمه. ننتقل دلوقتي لأهم جزء وأطول جزء في الفيديو النهاردة، وهو التريتمنت. طبعا الحقيقة اللي ما نقدرش ننكرها إن lifestyle changes including low calorie diet والaerobic exercise، وإن أنا أشجع العيان على فقدان الوزن، فلو قلنا متوسط 10 كيلوغرام weight loss، ده بيؤدي remission of type 2 diabetes 46% من العيانين في خلال سنة، وفي 36% في خلال سنتين. ده بيؤكد على أهمية lifestyle changes اللي رجاء ما ننساهوش قبل ما نكتب روشتة للعيان أو أريفير على endocrinology. ده بيشمل الهيلثي دايت including low calorie and low carbohydrates regular aerobic وكمان resistance exercise الweight loss والsmoking cessation، وكلمنا عن النقط ديت بالتفصيل في فيديوهات lifestyle modification.
احد المزايا كمان لللايف ستايل موديفيكيشن ان في حالات الامبيرد جلوكوز توليرنس بتقلل من البوسيبيليتي تو ديفلوب تايب 2 دايابيتس، وكل كيلوغرام لوس في الويت ده بيكون اسوشيتد ويز 43% لوور ريسك للتايب 2 دايابيتس. طبعا اتكلمنا عن الميديترينيان دايت في فيديو الدايت اند اكسرسايز اللي بيشمل الخضروات، الفواكه، البقوليات، الحبوب الغذائيه، السمك، زيت الزيتون والمكسرات اللي مش مملحة، وان احنا بنقلل قدر الامكان من اللحوم الحمراء، منتجات الالبان، الدهون المشبعة والنشويات والسكريات السهلة الامتصاص. بالتالي كي مسج في جايدلاينز 2019 ان احنا ننصح العيان يقلل من الكالوريز قد ما يقدر عشان يقلل من البادي ويت. الميديترينيان دايت مهم جدا سبلمنتد بزيت الزيتون والمكسرات عشان تقلل من الانسنس اوف ميجر كارديوفاسكولار ايفنتس، ومودريت تو فيجرس اكسرسايز مهمه جدا تو بريفنت وكمان فور كنترول اوف دايابيتس. جايدلاينز 2021 اتفقت مع نفس الكلام ان اللايف ستايل تشينج يشمل الاقلاع عن التدخين، نقلل من استخدام الفات، نزود من استخدام الالياف النباتيه، الاكسرسايز والسترينث تريننج ده كله بيكون كلاس 1، وان احنا ننصح العيان يقلل من الانرجي انتيك انكلودنج الكالوريز والكربوهيدرات عشان يقلل من وزنه قد ما يقدر، وكلاس 2A ان البيشنز نشجعهم على الويت لوس عن طريق استخدام اللو كالوري دايت فولود باي الفود ري انترودكشن والويت مينتنس فيز بعد تشخيص الدايابيتس وبعد الريميشن. ده بيكون مهم جدا في ان يخلي البيشنت ان هو يكنترول الدايابيتس وفي نفس الوقت يأشيف هيلثي لايف ستايل من غير ما يحس ان هو محروم من معظم الاكل اللي هو يكون بيحبه. طب لما نوصل للسؤال اللي بيقول ايه الادوية اللي هكتبها للدايابيتك بيشنت، UKPDS study من اهم الستادي اللي بينت اهمية الانتنسيف جلوكوز كنترول فيما يتعلق بالكارديوفاسكولار ريسك في newly diagnosed patients with diabetes. UKPDS ما زالت بتأكد على اهمية الميتفورمين اللي هو احد البايجوانيز وهو اشهر بايجوانيز بنستخدمه، ده الفيرست ايجنت حتى الان في تشويس في معظم العيانين الدايابيتك. زي ما قلنا البايجوانيز اللي هو اشهر مثال منهم هو الميتفورمين، هو يعتبر حتى الان الكورنر ستون في علاج الدايابيتس، ولكن عندنا طبعا العيله المشهوره السلفونيلوريا اللي تشمل الجليبنكلامايد، جليميبرايد والجليكلازايد اللي هم يعتبروا انسولين سكريتاجوجز، عندنا السيازوليدين دايونز اللي هو كان فيه الدواء المشهور اللي اتسحب من السوق اللي هو روزيجليتازون واللي مازال موجود على استحياء البايوجليتازون، ولكن طبعا بما اننا بنتعامل مع كارديوفاسكولار بيشنتس في الفيديو دوت فالريسك طبعا ليهم بيكون عالي جدا وممنوع استخدامهم في العينين الكارديوفاسكولار بالذات الهارت فيلير بيشنت عشان بيعملوا سولت ووتر ريتينشن. النون سلفونيلوريا سكريتاجوجز اشهر مثال ليهم هم الريبا جلينايدز، الالفا جلوكوسايديز انهبيتورز اللي هو الاكربوز مازال من الادويه اللي بتستخدم ولكن مش بنفس قوه الميتفورمين، وطبعا الحاجه اللي بنلجا لها في التايب 1 دايابيتس وفي الريفراكتوري ستيجز اوف تايب 2 دايابيتس هو الانسولين، سواء البيزل انسولين او الشورت اكتنج انسولين اللي بيتاخد مع الوجبات. طب ايه الادويه اللي ظهرت في العقد الاخير؟ عندنا جلوكاجون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست زي الاكزينتايد، ليراجلوتايد، سيماجلوتايد، ومعظمهم بيكونوا بارنترال ميديكيشنز. عندنا الدايبيبتيدايل بيبتايديز 4 انهبيتورز اللي ما بيشتغلوا على الانزيم اللي بيكسر الجلوكاجون لايك بيبتايد فبيزودوا الليفل بتاعه زي الفيلداجليبتين والسيتاجليبتين واللينجليبتين. عندنا السكلوت 2 انهبيتور اللي بيشتغلوا على الصوديوم جلوكوز ري ابزوربشن في رينال تيبيولز واللي عملوا ثوره في علاج الدايابيتس بالذات في الكارديوفاسكولار بيشنتس زي الدابجليفلوزين، امباجليفلوزين والكاناجليفلوزين. وطبعا الدوايين دول اكتر دوايين عليهم ايفيدنس قوي ان هم بيقللوا الريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز، هارت فيلير والرينال ريسك بغض النظر عن الجلايسيميك كنترول والبيزلاين ميتفورمين يوز. يعني مش مجرد ان هما ميديكيشنز بيعملوا تايت جلايسيميك كنترول عشان كده بيقللوا كارديوفاسكولار ديزيز والهارت فيلير، لا ده كمان ليهم انذر افكت سيبريت من الجلوكوز كنترولينج افكتس، والبينفيت ده بيبان بشكل اوضح في العيانين الكارديوفاسكولار بيشنتس اوريدي او سي كي دي او البيشنتس ات اليفيتد ريسك. GLP-1 receptor agonist بيقللوا من الميجر ادفيرس كارديك ايفنت والكارديوفاسكولار مورتاليتي والاول كوز مورتاليتي بنسبه 12%، بيقللوا الريسك اوف ام اي بنسبه 9% والستروك بنسبه 16%، وبيقللوا الريسك اوف هارت فيلير بنسبه 9% والكومبوزيت رينال اوتكم بنسبه 17%. السايد افكتس المشهوره ليهم هما النوزيا والفوميتنج واللي ممكن تقل الى حد ما عن طريق الجراديوال تايتريشن للجرعه بتاعته،
وطبعا فكرة ان هما مش oral medications دي بتخلي بعض ال patients ما يفضلوهاش. ال SGLT2 inhibitors بيقللوا الميس بنسبة 14%، وده بيبان في ال patients اللي عندهم already cardiovascular disease، وبيقللوا ال incident heart failure وال hospitalization بنسبة 24%، لان هنا انا مش بتكلم فقط على glucose controlling effect، انا بتكلم على تأثيرها انها بتقلل من الصوديوم reabsorption، فبالتالي بتقلل من salt water retention في heart failure patient. ده بينعكس على انه بيقلل risk of hospitalization، ده اللي بيخلي ان كمان بدأت تبقى في trials بتتكلم على استخدام medications ديت في heart failure patients اللي are not diabetics، وبيقلل من renal composite endpoints بنسبة 44%. البنفس دي طبعا بتتعلق بكارديو رينال هيمودايناميك افكتس زان تو اثرو سكليروزس، يعني مش مجرد برضو تاثيرها على الاثروسكليروزس ولكن تاثيرها على كارديو رينال هيمودايناميكس وعلى الباثوفيسيولوجي اوف هارت فيلير. اشهر سايد افكتس ليها هي زياده الانسنس للجينيتورينري انفكشنز نتيجه الجلوكوزوريا والبوليوريا. في ترايل مشهوره بينت ان كان في زياده في الريسك اوف امبيوتيشنز والفراكتشرز مع بعض السكلوت 2 انهبيتورز زي الكانجليفلوزين، ولكن ما فيش اذر ترايلز بينت نفس الادفيرس ايفكت ده. كان في كلام على ان الريت اوف دي كي اي بيكون عادي، ولكن الفيرست ترايلز بينت ان الريت اوف دي كي اي بيكون اقل بعد كده، ومفيش الكونسرن قوي دوت على السكلوت 2 انهبيتورز. الدي بي بي 4 انهبيتورز كان في 4 ترايلز اتعملت على دايابيتيك بيشنتس وكارديو فاسكولار او ات هاي ريسك، بينت نون انفيريوريتي ولكن مش سوبيريوريتي مقارنه ببقيه الميديكيشن ريجاردينج الكارديو فاسكولار ريسك. ده اللي مخلي الدي بي بي 4 مش واخدين نفس البريفليج اللي واخدها الجي ال بي 1 انالوجز او السكلوت 2 انهبيتورز. الساكساجليبتين اللي اتعملت عليه ترايل مشهوره كلنا سمعنا عنها اللي هي السيفور تيمي 53 ترايل، بينت ان في زياده في الريت اوف هوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير وداوت انكريز او ديكريز في الريت اوف اسكيميك ايفنتس. ده اللي خلى الساكساجليبتين من الادويه اللي بقت استخدامها قل جدا في السنوات الاخيره. يعني نقدر نقول ان معظم الدي بي بي 4 بيبقى ليهم نيوترال افكت على الكارديوفاسكولار اوتكم، ما عدا الساكساجليبتين اللي بيكون ليه ادفيرس اوتكم. الامريكان دايابيتس اسوسيشن واليوروبيان اسوسيشن فور ستادي اوف دايابيتس كانوا بيريكومند الميتفورمين كفيرست لاين تريتمنت في اي عيان دايابيتك، ولكن الاي اس سي في 2019 كانوا بيريكومند السجلوت 2 انهبيتورز والجي ال بي 1 انالوجز وذاوت ميتفورمين في العيانين الكارديوفاسكولار او ات هاي ريسك، وده طبعا واضح من الايفيدنس القوي للتو medications دول. بعد كده كان في زي subset من الامريكان اسوسيشن واليوروبيان اسوسيشن كconsensus report مع الاي اس سي، خرجوا بoverall approach ان البيشنت with type 2 diabetes اللي عندهم cardiovascular disease او heart failure او CKD should be treated with GLUT2 inhibitor او GLP1 analog بغض النظر عن ال background therapy او ال glycemic control او ال individual treatment goals. ده كان بيبين ان في superiority للتو medications دول في العيانين اللي specific high risk group في وجود diabetes. بالتالي guidelines 2021 بتأكد على ان patients with type 2 diabetes و cardiovascular disease class 1 ان احنا نبتدي معاهم بال GLP-1 analogs او SGLT2 inhibitors، و class 2A ان انا استخدم metformin unless contraindicated، فبالتالي استخدام الـ first two medications بيكون لي superiority على الميتفورمين في العيانين دول. لو بنتكلم على type 2 diabetes و heart failure with reduced ejection fraction، طبعا دول اكتر عيانين ممكن يستفيدوا من الـ SGLT2 inhibitors نتيجة انه هنا هيقلل من الـ risk of hospitalization بسبب تقليله من salt water retention. و type 2 diabetes مع CKD ال patients دول برضو class 1 ان انا استخدم معهم SGLT2 inhibitors down to creatinine clearance 30، انا ممكن استخدم SGLT2 inhibitors هيحسن جدا من cardio renal outcomes. لو بتكلم على patients with diabetes و target organ damage هنا class 2B ان انا استخدم SGLT2 inhibitors او GLP1 analogs may be considered في الحالات ديت، ولكن ما تعملش عليها much more trials تبين ال benefits. لو بتكلم على patient diabetic وما عندوش cardiovascular disease ولا CKD ولا heart failure هنا class 1 للmetformin بعد ال evaluation للrenal function، و class 2A ان انا ممكن استخدم SGLT2 inhibitor او GLP1 analog، ولكن ده ما بعد ما بعمل risk stratification للعيان using ال advanced score او الدايل موديل عشان نشوف الريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس. اتكلمنا قبل كده عن الادفانس ريسك سكور اللي بيقدر يبريدكت 10 يير كارديوفاسكولار ريسك في العيانين الدايابيتك، وبيقدر يبريدكت الفيتال والنون فيتال
risk والدايال موديل اللي بيبريدكت الانديفيدوال 10 year risk واللايف تايم ريسك للكارديوفاسكولار ايفنتس والكارديوفاسكولار ديس بالاضافه للايفنت فري لايف اكسبكتنسي. واتكلمنا على البارامترز بتاعه كل واحد وبيكون ليهم ريسك كالكوليترز افيلبل اونلاين تساعدني في ان انا اختار ما بين الميتفورمين او الاذر تو ميديكيشنز. بالتالي الكونكلوجن لجايدلاينز 2021 ان الميتفورمين ما زال لي سترونج ريكومنديشن في الدايابيتيك بيشنتس ولكن مش مانداتري فيرست لاين تريتمنت لو عيان عنده كارديوفاسكولار ديزيز او تارجت اورجان دامج او هارت فيلير او سي كي دي. والانيشيشن اوف ميتفورمين في العيانين دول لازم ما ياجلش خطوه بدايه السكلوت 2 انهبيتورز او جي ال بي 1 انالوجز لان في ايفيدنس قوي على البينفيت فيما يتعلق بالكارديوفاسكولار ريسك. ولو الريسك سكور للعيان ده عالي بيفضل ان انا ابتدي بالتو ميديكيشنز دول. طب بالنسبه لتايب 1 دايابيتس الدي سي سي تي ترايل بينت الامبورتنس للتايم جلوكوز كنترول في العيانين دول اللي بيبتدي عندهم الانست اوف دايابيتس في سن صغير جدا عشان يقلل الريسك اوف مايكرو ماكروفاسكولار. 6 سنين ونص من انتنسيف دايابيتس ثيرابي كانت اسوشيتد وذ لوور اول كوز mortality rate. بالتالي glycemic targets في العينين دول بيكون من 6.5 لـ 7.5 يعني نقدر نقول ان هو نفس الكلام ان احنا بنحاول نقل عن 7%. الميتفورمين حتى الان ما بينش اي lower progression للكاروتيد انتمال medial sickness في type 1 diabetes اللي بيكونوا at elevated risk وبالتالي هو not recommended في type 1 diabetes for this indication. السجلوت 2 inhibitors ممكن يحسنوا الميتابوليك كنترول وبالتالي ممكن يستخدموا بيسايد الانسولين ثيرابي ان تايب 1 دايابيتس ولكن ده طبعا هيكون قرار الاندوكرينولوجيست. طب لو بنتكلم على دايابيتس مع هايبرتنشن في نفس العيان جايدلاينز 2019 اتكلمت عن الكومباينيشن ده بشكل واضح ان الريس بلوكر طبعا هنا بيكون كلاس 1 بالذات في وجود بعض الكومبليكيشنز زي المايكرو البومينوريا او الال في هايبرتروفي. ريكومندد برضو ان انا ابتدي بكومباينيشن نفس الكلام اللي قلناه في فيديو الكنترولينج بلاد بريشر. البيشنز اللي عندهم بري دايابيتس الراس بلوكرز بتكون كلاس 2A وبريفيرد عن البيتا بلوكرز والدايوريتكس. والإفكتس بتاعت الجي ال بي 1 انالوجز والسجلوت 2 انهبيتورز على البلاد بريشر شود بي كونسيدرد وبالتالي ما زال العيانين دول بيكونوا مفضلين في استخدام السجلوت 2 او الجي ال بي 1 انالوجز عشان تقلل من الريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز. لو بتكلم على دايابيتس مع ديسليبيديميا هنا البيشنز اللي ات مودريت ريسك بيكون التارجت ال دي ال اقل من 100 لو بتكلم في هاي ريسك التارجت اقل من 70 ولو بتكلم في فيري هاي ريسك التارجت بيكون اقل من 55 وبنظل نحتفظ برضو ان قادت عليها ال دي ال ريدكشن اقل 50%. والستاتنز طبعا should be considered in patient with type 1 diabetes at high cardiovascular risk بغض النظر عن البيزلاين LDL level لان هنا هيكون ليها benefit من حيث البليوتروفيك effect للستاتنز. وكلاس 2B ان الاسمتوماتيك with type 1 diabetes ممكن نستخدم فيهم الستاتنز ولكن ما فيش evidence قوي على البراكتس دوت. الدايجرام دوت بيلخص لنا الابروش للفارماكوثيرابي. فلو بتكلم على دراج نايف بيشنتس بشوف الاول عندهم كارديوفاسكولار ديزيز او هاي او فيري هاي كارديوفاسكولار ريسك. لو فعلا موجود بيكون الافضل ابتدي بسكلوت 2 انهبيتورز او جي ال بي 1 انالوجز. ولو مازال الهيموجلوبين اي 1 سي اباف تارجت باد ميتفورمين. لو لسه برضو اباف تارجت هنا ممكن اكونسيدر ادينج ذا اذر كلاس او استخدم الدي بي بي 4 inhibitors او في بعض الاوقات ممكن اوصل للبيزل انسولين او لاذر ميديكيشن فاميلي. لو البيشنت ما عندوش الادد ريسك ده انا ممكن يحق لي ابتدي بالميتفورمين. ولو الهيموجلوبين اي 1 سي ما زال برضو اباف تارجت انا ممكن الجا لاذر ميديكيشن فاميلي من الجي ال بي 1 انالوجز جلوت 2 او الدي بي بي 4 inhibitors. لو ما زال برضو اباف تارجت بكونسيدر ادينج اذر فاميلي كلاس. ولو ما زال اباف تارجت انا هنا ممكن اعتمد على زياده السلفونيليوريا او البيزل انسولين. نفس القاعده تقريبا بطبقها في البيشنز اللي اون ميتفورمين. لو في ادد ريسك انا هنا باد سكلوت 2 او جي ال بي 1 انالوجز. ولو ستيل اباف التارجت انا بكونسيدر كومباينيشن من الميديكيشنز ديت. لو البيشنت ما عندوش ادد ريسك انا بكونتينيو الميتفورمين. ولو ما زال الهيموجلوبين اي 1 سي اباف التارجت بكونسيدر ادينج الدي بي بي 4 او جي ال بي 1 انالوجز او السكلوت 2 انهبيتورز. لو ما زال اباف تارجت بكونسيدر كومباينيشنز. لو برضو ما زال اباف تارجت بكونسيدر السلفونيليوريا او البيزل انسولين. واخد بالي لما بختار السلفونيليوريا بختار الليتر جنريشنز اللي بيكون اقل في الريسك اوف
هايبوجلايسيميا، والبيزا الانسولين بيكون مفضل على الشورت اكتنج انسولين لان برضو الريسك اوف هايبوجلايسيميا بيكون اقل. في نهاية الفيديو اللي حاولنا نلخص فيه controlling diabetes نقدر نقول take home message ان diagnosis of diabetes ما زال بيعتمد على fasting blood glucose والهيموجلوبين A1C plus minus الأورال glucose tolerance test اللي ممكن احتاجه في بعض الحالات. التارجت اوف glycemic control بيكون 7% in general more or less according للpatient profile والrisk، والكورنرستون في الفارماكوثيرابي ما زالت هي الاسجلوت 2 inhibitors والGLP-1 analog والميتفورمين احد الكلاسيكال ميديكيشن اللي ما زال بيحتفظ بموقعه المهم في الفارماكوثيرابي للديابيتك بيشنتس. شكرا جزيلا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو، والمرة الجاية هنلتقي مع الانتي ثرومبوتيك ثيرابي.